بخصوص طلبة الطب، طلبة الطب قبل 3 أسابيع قدمت في هذه الندوة الصحفية عرض الحكومة الذي يجيب على مختلف النقاط المطروحة، وقدمته بطريقة تقنية لكي نوضح مختلف العناصر ونقدم بخصوصها الأجوبة. سأكرر مرة أخرى، الحكومة تلتزم بما قدمته في الندوة الصحفية السابقة. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.